بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أم العيد البكري، رئيسة جمعية أم العيد للثقافة والسياحة والمخيمات داخل المغرب وخارج المغرب، ورئيسة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ونائب رئيس لألعاب القوى. ككل سنة كنديروا الذكرى المسيرة الخضراء، كنحتفلوا بها مع جميع الجمعيات التعاونيات بأسماء ديالهم، وهذا النهار كنخلدوا الذكرى المسيرة الخضراء تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، وكنقولوا عاش الملك والله الوطن الملك. دائما كنحتفلوا بالمسيرة الخضراء وحنا جند مجندون من طنجة للقويرة، وتبارك الله عليهم كلشي حاضرين، وحتى الناس اللي مشاو للمسيرة الخضراء حاضرين معانا، ها هما الله يطول عمرهم والله يحفظهم، وان شاء الله يا ربي حنا وراء ملكنا ومجندين، وما كنبغيوش على بلادنا، واللي مسنا غادي يمسوه ان شاء الله بالعافيه. عبد الناصر بوتشيش فاعل جمعوي. اولا احنا سعداء جدا بتواجدنا في هذه المسيره، هذه المسيره اللي ذكرنا بعبقريه الملك العظيم الحسن الثاني اللي ابدع مسيره خضراء مظفره بتلاحم وحب ووفاء واخلاص من الشعب المغربي، فكانت مسيره رائده من عبقرية ملك جمعت بين المصاحف والأعلام الوطنية، فجمعت بين الوطنية والدين، مما أعطاها دفعة قوية وحماسا كبيرا في نفوس جميع من شارك فيها. بسم الله، السلام عليكم. الاسم الرئيس الجمعية حسنية المتطوعة للمسيرة الخضراء السيد صغرشن البشير. اليوم ذكرى 6 نوفمبر المسيرة الخضراء. احيا الملك، عاش الملك، وحنا جنود مجندين وراء جلالة الملك، وعاش الملك. وكنشكر دائم جميع الجمعيات اللي هما ساهموا معنا، وكنشكرهم شكرا جزيلا، والسلام عليكم، وعاش الملك، وشكرا سيادتكم.